الاونه الاخيره انتشرت ظاهره الشذوذ الجنسي يعني الليوار، وشنو هما الاسباب اللي خلاو هذه الظاهره تنتشر بكثره خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفاش يعني نحاربوا هذه الظاهره؟ ظاهرة يعني تأثرت بزاف على الشعب الجزائري. بون بكري ما كانتش كاينة، مي أنا نظر وجهة نظري نتاعي هي لي ريزو سوسيو. بزاف الناس راهي بالك تبارطاجي بزاف دي شوز اللي هما نيجاتيف، وهذو أمور نيجاتيف. الغلطة تاعنا هما الشعب اللي دعموا هذه الصفحات اللي راهم ينتشرين بقوة مثلا، و فوالا دونك هذا الشيء نيجاتيف. حنا بلد جزائري مسلم وان شاء الله ربي يهديهم. محتوى مثل دور المراه ربي يهديهم. بون هذا الشيء اون جينيرال ينطبق على الرجل والمراه، المراه راهي تلعب دور الرجل والرجل يلعب دور المراه. هذا الشيء ماشي ملاح لولادنا، وحنا ما تربيناش هكذا. نوصلوا ميساج لصانعين المحتوى بارطاجيو حاجه بوزيتيف للشعب ولا ولادنا يستفادوا منها، ماشي حاجه نيجاتيف. حنا ما نتبعوش الغرب بالنسبه بين قوسين، وحنا نتمناو ان شاء الله هذو الناس اللي راهم يديروا يوتيوب ولا انستغرام ينظموا امورهم في حاجه مفيده للمجتمع. هذا ما كان الرجال يتبعوا فيهم كيفاهم دوك راجل يولي مرا انا ديجا ما شفتها في حياتي. ان شاء الله يهديهم اختي العزيزه وان شاء الله يولوا رجال، وخطونا مع التواصل الاجتماعي هذوما ما عندهم حتى فايده. محتوى تاع طفله ان شاء الله تولي راجل يا اخو، هذا واش نقول له؟ اي ولي مرا دوك انا نشوف مرا تشطح نروح نشطح، ما جاياش اختي العزيز. انا راجل وبابا ربا راجل ما رباش هادو، ما ان شاء الله تولوا رجال والدنيا ما تحبش هنايا. بين قوسين مثليين هذا قوم لوط اللي ربي لعنهم من فوق سبع سماء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه شاف صحابي شباب افتتنت به النسوه، حكموا عمر بن الخطاب حفف له شعره باش يولي مزعوق، حفف له نص وخلى له نص زاد ولا شباب، حفف له اقرع زاد ولا شباب، نفهم القريه باش ما يفسدش الاسلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وقال الله في كتابه وليس الذكر كالانثى. المشيه تاع الرجل ماشي كيما المشيه تاع المراه. واش رايك يعني اللي راه يدير محتوى يمثل دور المراه، اسكو تشوفوا هذه الظاهره تاثر عليه يعني؟ هذه تاثر من في التمثيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. هذا قوم لوط يعني ستانفيلس يقتل الامه مام الشباب. حتى شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك ما يجوش الراجل يهضر مع ولد امرد ما عندوش اللحيه، يعني يدخل الشيطان. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. واش نحاربوهم هذه الظاهره؟ يعني نحاربوهم يعني بنادم ينحيهم كاع، يهجرهم في كاش بلاصه ينحيهم، ما عارف كيف يديرهم. لازم الولد ما تخليش مع الطفله، الولد ما يلعبش مع البنات، يولي يتعلم يعني الكلمات تاع النساء، ينجم يطيح في هرمونات يولي وليس الذكر يولي انثى. يعني هذا مرض سقيم، لازم الولد يتربى على الرجوله. الوالدين لانه يبدا من الصغر يبدا يلبس لباس غير لائق حتى يكبر، سوى المراه ولا الطفل نفس المنبر. نحن ماذا بينا نجندوا كل، مش انا شخصي، الشعب كل لازم يتجند ونحاربوها باش نرجعوا السلوك الاصلي. وتقدر حتى تولي جمعيات تحاربها، لانه الجمعيات تلعب دور كبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش رايك يعني في ظاهره المثليه؟ رانا نشوفوها انتشرت بكثره في الاونه الاخيره، وشنو هما الاسباب اللي يخليوا الشباب تاعنا يميلوا لهذه الظاهره؟ على كل حال ظاهره المثليه ولا كما نقولوا احنا الليواط، كما قال ربي سبحانه في القران بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء معناتها اي وقايه. خاطر قدر ربي سبحانه يعذبنا بالشيء هذا اللي راني نديروا فيه. كما قوم لوط هضر عليهم ربي سبحانه في القران، تغاو 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 تغاو، ربي بعث لهم نبي كما حبوش يامنوا به ربي بعث لهم العذاب. كاين الفارغ هذا ثاني، الفارغ هذا ماشي مليح. الفارغ هذا يقول لك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفارغ. او سبحان الله لا موده واحد ضرب فيه زو واحد كذا، من هذا نبرق لكم ما طيحوش بينا.
عندنا احسن، عندنا احسن كما يقولوا احنا موالينا مربيين، ما قراوش ما قراوش بصح مربيين علينا. واش من التحضر هذايا؟ ملي دخلت الانترنت هذيا ما هي مرأة ما هي راجل، تبدل لونغاج حتى كما يقولوا الهضره تبدلت. انا من هذا المنبر نقول، نقول ان هذا الانترنت سلاح ذو حدين. الناس هاي عبالكم البورطابل هذا تلق الناس، رد الناس مهبل. وليدك انت يا قريه ماشي صح كي تشري له التبياش ولا تشري له بورطابل تاع 20 مليون، ما تخرجوش من أمة محمد سبحان الله العظيم. انا نقول من هذا المنبر نقول يا تولي راجل يا تولي مرأة ويخطونا، احنا جزائريين متبرئين منهم، هم يزيدوا دوكا ولات لامود، وحده المنقوشه، وحده بصروبا، وحده سبحان الله العظيم. من هذا المنبر نقول انا عندي ميساج نمدو حتى التواصل الاجتماعي اللي راهم مابونيين، اللي يقول لك انا نكرههم بصح ويا بونيهم، حبيبي انت اللي راك تطلع له. هو السبب ابتعاد على المجال الديني هو اللي راهو ياثر بنسبه كبيره. لو كان كل واحد يتبع دينه ما يخممش يشوف، هذا ماشي مرض نفسي، هذا مرض كي يروح للجامع ولا ما راحش للجامع، ولا قرا القران ولا صام رمضان ولا لا لا، كي فهمتني. وتربيه الوالدين، الوالدين هما ثاني هذا الامر يهمهم ويخصهم بزاف. كل عائلة تربي ولادها بالطاعة بالدين الإسلامي، وهذا الموضوع بإذن الله ما يكونش كامل في بلادنا إن شاء الله.